اجي انا احط السوق الرئيسي أي. شفت الصفحه دي هذه الصفحه مفيده للجميع للي داخل السوق وللي عنده كاش يبغى يدخل السوق انا عشان اروح احلل او اروح اختار سهم للمضاربه أحلى شاشة تطل فيها قبل ما تختار سهمك هذه الشاشة هذه الشاشة عبارة عن إيش عبارة عن اسم المحلل الرقمي للمتوسطات يوريك المتوسطات من ثلاثة أيام إلى 200 يوم على الفريم اللي أنت تبغاه فأنا دحين أنا دحين أبغى أعرف مين من السوق الشركات السبع نجوم مؤشرات على فاصل الساعة حطيت السوق الرئيسي أتخيل أعطاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شركه من فئه ايش؟ السبع نجوم. طيب معناه انا لو عندي بكره غزوه قاعد يعطيني انطباع انه ال 25 شركه دي يقول لك هي ركز على واحده فيهم. الخبير ريت والله يا اخي انا مالي ومال ام الريتات ثقيله الدم يعني حتى لو كان الضار سيدكو كابيتال ريت اخسرك اتحاد الاتصالات اوه والله اتحاد الاتصالات في قمة أه؟ ولاء للتأمين ما اشتغل في التأمين مرنة والله مرنة تقيل شوية المتطورة الله المتطورة نسمع أبو محمود يتكلم عليها دائما هاي خليها على جنب هذه المتطورة خليها على جنب مجموعة تداول والله غالي علي هذا البنك السعودي للاستثمار ربوي مالي في دلة صحية غالي جازاتكو أوه جيزان مع أنه تقيل شوية بس حطه على جنب يمكن نرجع له أبو معطي يا سلام الوطنية للتعليم ديب الخدمات الأرضية سمنت الرياض سمنت نجران الزامي، المعدنية أنابيب آماك أنابيب الشرق البحري البحري يا سلام المصافي هذول شركات إيش بيقول لنا البرنامج ده بيقول إنها مخترقة جميع المتوسطات على فريم الساعة من الثلاثة أيام إلى الميتين طيب إيش أسوي أنا خلاص اقول لا يا ولد الشغله فيها مضاربه نبغى شيء نبغى معلومات نبغى فلتره اكثر انا ابغى فلتره اكثر ابغى اقلب الان من الساعه ابغى اشوف مين يتكرر عندي على اليومي من ضمن السبعة نجوم فاروح اختار يومي واحط افضل الاسهم الايجابيه على الفريم اليومي يعني من متوسط الثلاثة إلى الميتين لقيت أتكرر عندي هنا الخدمات الأرضية الزامل للصناعة على فكرة أنا كنت غلطان أنا لما حطينا فريم الساعة دقيقة أية 25 شركة يمكن أكثر لحظة يا أخوان دقيقة أنا ما كنت رافع الصفحة مزبوط نرجع للساعة نحط الإيجابية لا والله مظبوط كلامي يعني شوف على الساعة على الساعة نفس الأسهم اللي تكلمنا عليها هذا على فريم الساعة أيوة, أيوة. لا ما, ما تغير شيء نحط ونحط أيوة. نقلب من الساعة على اليوم نشوف مين تكرر معانا ونحط الايجابيه على اليومي، مين السبعه نجوم على اليومي؟ والله شوفوا على اليومي في شركات كثيره على الفريم اليومي كثير شوفوا تعبت الصفحه، الصناعات الكهربائيه، البحر الاحمر، الزامل، الاستثمار، التعمير، الخدمات الارضيه شوفوا تكرر على الساعه واليومي، شوفوا في بعض الشركات على اليومي كلها ممتازه بس عندها خلل على الساعه، لكن الخدمات الارضيه، شوف عندنا العقاريه مثلا هنا ايش؟ تعالوا نشوف هل المتطورة موجود على اليومي شوف المتطورة مو موجود على اليوم يعني باقي له تكة وينك المتطورة أنا, مثلا أنا مثل ركزت على المتطورة وينك المتطورة ليش على اليومي المتطورة ما هي موجودة شوف شوف هذه هذا يقول لك شوف متى يصير على اليومي ممتاز لين يعدي 39 عشرة متوسط المية على اليوم شوف عندنا 37 وعندنا 38 وعندنا 39 يبغى لنا نطلع ريالين عشان يضبط على اليوم شوفوا لقينا على الساعة جيدة على اليوم لسه ما اكتمل العقد لكن لاحظوا مين تكرر معانا على اليوم والساعة الخدمات الأرضية طيب نروح نحطه على الأسبوعي أعطينا أفضل الشركات اللي سبع نجوم على الأسبوعي نيجي نشوف هنا والله في الخدمات الأرضية شوفوا الخدمات الأرضية معناها معطيتنا اشارات قويه على على الساعه واليومي والاسبوعي اتكررت فكل ما شفت السهم او كل ما سويت الفلتره دي واكتشفت ان السهم على جميع الفريمات موجود ضمن فئه السبع نجوم يا ولدي انت ما يبغى محلل فني كمضارب انك تركز على هذه الشركه مضاربيا وتروح تفتح الشارت وتخطط على الهدف اللي حتلعب عليه على الفريم اليوم ايش رايكم يعني كفكره نوعا ما انت هنا ما رحت ما احتجت تسال محلل فني عشان يقول لك والله هذه الشركه جيده ولا ما هي جيد هذا شو اسمه ده الفلتره دي اعطتك الملخص كامل وكل ما كانت الشركه شوفوا عندنا البابطين ما شاء الله على جميع الفريمات الكبيره ممتاز يتكرر معانا دائما شوف زجاج على الشهري شوف الاتحاد آه شوف 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 والله تخيلوا انه هذه شركات سبع نجوم على الشهري كثير يعني شوف شركات مؤشراتها طيب بس شوف على الاسبوع تلاقي في بعضها في خلل شوفوا التعمير ما شاء الله تكرر على الاسبوعي والشهري الاتحاد تكرر على الاسبوعي والشهري دار الاركان على الشهري ممتاز شوفوا اسوا الشركات يا اخوان على الشهري وهذه برضو يا اخوان لا تغفلوا عنها لازم تعرف النقاط المهمة في المتوسطات السبعة يعني أنا متى أفكر مثلا شوف لوبريف أعطاك أقل سهم هو والمجموعة السعودية والحفرة العربية شوف أعطاك على الشهر سبع نجوم سلبي لكن مو معنى ذلك أنك أنت تغفل عنها أو تقول والله هذه أسهم مثلا لا هذه يقول لك الأسهم ما زالت اتجاهاتها هابطة ومريضة وتحت المتوسطات كلها بس أجي أطول في سعر السهم ألاقيه 120 أربعين اجي ادور أية اكبر رقم لو عديته اكون عديت, عديت السبعه المتوسطات دي يقول لك 132 الله اكبر يعني 10 ريال 12 ريال 10% كفيله بانها تخلي لوبريف ينقلب على الشالي سبع نجوم اروح مثلا زي كده برضو اقلب اروح اختار الفريم على الاسبوعي اسوي فلتره اعطيني ايش اعطاني على الاسبوعي أسوأ ان اسم في سبع نجوم شوفوا على الاسبوعي لاحظوا ما عندنا لحظة إيه شوف تعليم ريت ارامكو وين لبريف لو في لوبريف حتى لبريف لو هنا سبع نجوم سلبي على الاسبوعي طيب اكبر رقم كم هنا يعطينا على الاسبوعي بعيد 141 هنا المية 100 مية 200 133 شوف مرة بياناته تعبانة اروح على اليومي نفس الفيلم انزل اشوف <applause> شوفوا على اليومي موجود بشمعتين خضر او بلونين اخضر اثنين خمسه وثلاثه ايام ضعيف شوف اهم رقم عندي هنا 129 142 ريال عشان انا اكون مخترق متوسط ال 200 على اليوم يا الله يبغى لي مشروع 20 ريال الشاهد يا شباب الشاهد يا حبايب انه انتوا غالبا تيجوا تدوروا المحللين وتدوروا احد يقرا لكم شارت وكذا علما انه فيه في بر... في البرامج يعني في اشياء مبدئيه تعطيك انطباع على الاقل على نوعيه السهم اللي انت شل... نفسك فيه او تقدر انت تستخرج الايجابيه بناء على المعادلات الرقميه دي هي ضمن المتوسطات نحن لو تلاحظوا نحن نقرا شارتات نقول متوسط الخمسين وتعطيك ارقام المتوسطات شوف انا ايش قدامي مقاومه متوسط كذا ايش قدامي مقاومه متوسط كذا ارقامها كلها موجوده قدامك رقميا وهي موجوده على الشارت نحن نقراها على الشارع بدون ما نفتح الصفحه دي اثناء ما نكون بنشتغل او السهم يتحرك ونقول الله ضرب مقاومه عند متوسط كذا وكذا وما هي مقياس يعني انا امس بصراحه كان كنت حاطط على الساعه اتخيلوا اني يعني عندي كذا لائحه اسمها لائحه اسهم المتابعه لوائح أسهم شوف لائحه اسهم جديده هنا تصدقوا انه كان زين امس سبعه نجوم اليوم زين على الساعه شوفوا كم صار الله يقرف مطنه نجمة واحدة ليش كله عشان تخيلوا إنه 10 ريال وستة وثمانين هللة تخلي السهم سبع نجوم على الساعة شايفين كيف التذبذب ضيق أغلق عشرة ستة وسبعين صار إيش ست... آه ما عنده إلا نجمة واحدة بس شوفوا سابق على الساعة على الساعة هو جيد لأنه فوق اثنين وسبعين لكن شوفوا عشان على الساعه يكون ممتاز يقول لك لازم يتخطى 73 ستين مين عندنا قريب على الساعه من الايجابيه الكهرباء لو عدت عشر ونص سبع نجوم على الساعه هذه كلها فريمات صغيره موضوع نفسي ولا ما هو نفسي المهم انه هذه يعني هذه الادوات هذه تخلي يعني على الاقل مفيده مفيده جيده تعطيك نوعا ما انطباع عن الوضع اللي قاعد يصير شوف البي سي اي ايش يقول لنا؟ يقول لنا البي سي اي لو اخترقت واحد 31 30 حصير سبع نجوم على على الساعه. لما تفتح الشارت تلاقيها هي متوسط ال 50 على اليومي وهي حدود متوسط ال 200 على الساعه بيننا وبينها 70 هلله. اشياء بسيطه جدا. شوفوا التصنيع التصنيع اليوم لو عدى العشرة أربعة وثمانين اللي ضربها كان سبع نجوم على الساعة شوفوا ضرب التصنيع ال10 84 وكان سبع نجوم ورجع قفل 10 76 محافظ على اربع نجوم يعني بكره لو لو لعب تحت ال10 76 او 10 74 لا والله لازم يلعب تحت ال10 62 عشان يصير سبع نجوم بالاحمر 10 62 وقيمته 10 76 يعني 14 هذا لتخلي السهم سلبي سبع نجوم شوفوا كيف تذبذبات جدا جدا ميتة الجزيرة تكافل كان إيجابي من قبل يومين بسبع نجوم ما ما عدى 16 80 لو عدى 16 80 كنا نشوفها مقاومة وإنها منطقة جيدة ما ما تجاوزها برضه شوف أم القرى كان سبع نجوم اليوم مع إنه شوفوا سبع نجوم أم القرى على الساعة لكن هنا متوسط ثلاثة أيام ادانا 17 66 هللة قفل 17 62 شوفوا النايفات تقدم شوفوا ال 14 الـ 62 هلا لا تقلب النايفات، شوفوا مرافق، شوفوا ال 57 اللي اقول لكم عليها اليوم هي اهم مقاومات وبعد ما كسرها ممكن تخلي مرافق يقلب سبعه نجوم على الساعه هي مناطق مقاومات، يعني انت تقدر تستفيد من هذه البيانات حتى واثناء ما تكون موجود في السهم تفيدك من حيث الدعوم والمقاومات، هذه اذا كنت انت لست قارئا جيدا للشرط. عطاء التعليمي تخيل انه نحن الان قريبين قمتين متجاورتين أتخيل أنه عطاء من الشركات اللي نزلت في زمن سينومي سنتر في عام 2019 محسوب علينا القاع ب 27 ونص والسهم في عام 2024 حقق 85 وقيمته الآن 79 يعني بينك وبين نهاية التاريخي 6 ريال يعني إيش تبغي عبد الله العتيبي في عطاء ودك إنك تدخل يعني تتشربك معاهم هنا شوف اللي بيدخلوا يدخلوا يضاربوا بيصرف عليهم في الثمانينات وبيرميهم يعني انا لما اشوف منظر زي كده في عطاء التعليميه اذا في اذا في حدث جوهري حيلفت نظري يعني اني انا اطلع فاخترق مثلا القمه السابقه مع الترند هذا يا عبد الله شفت شفت عطاء التعليميه شايف عطاء فين بيلعب السهم الى الان جيد السهم الى الان يعتبر صاعد السهم الى الان ما في مواصفات سيئة لكنه في قمة لكنه في مناطق قمة يعني ما هو مغري حتى مضاربيا يعني مو إنه والله أنا شايفه عند إن دعم يعني مثلا كيف سهم زي عطاء يلفت نظري مضاربيا لو كان مثلا عطاء السوق نازل والسهم مثلا قريب القاعدة قريب متوسط الخمسين على الأسبوعي أقول يا واد ليه ما أدخل طالما السهم رايح جاي هنا ليه ما اجي اشتري عند دعم وفعل وقف الخساره بكسر 73 وانا ادخل هنا يمكن العب معهم 5 ريال 6 ريال كذا هذا اذا كنت انت مضارب محترف اما الان اعتقد انه خاصه بعد طلعتهم الاخيره وضربتهم ل 83 صار السهم يعني المعادله حقه المضاربه فيه يعني انا عشان ادور 3 ريال اقوم مرشح اخسر 6 ريال فهمت قصدي يا عبد الله؟ فا ايش تبغى؟ قول اللهم ارزق ملاك وخلاص. انا والله اقول الكلام ده من باب الحرص عليكم يعني، بما انكم انتم يعني بتسالوا وما تعرفوا تحللوا، فالافضل انه نبتعد عن النوعيه دي من الشركات، ونسال الله لملاكها التوفيق. مين هم ملاكها؟ ممكن في ناس مشتريه السهم ماشيه معاه فتره طويله، متوسطاتها حلوه. ما نقدر نقول لهم والله سهمكم سيء ما دام انتم موفقين فيه ومتوسطاتكم حلو السهم ما دام فوق 73 ريال يعني ما زال اللعب فيه لعب هذا هو السهم بيطلع وبينزل وبيتذبذب داخل نطاق العشرة بالمئة ما بين 73 إلى 83 يعني بالله عليكم هذا السهم يوصل للقيعان دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية الله يقرفك يا شيخ الله يقرفك تسعة عشر الآن تسعة عشر الجلسة حابسنا هنا يا حرامي يا كذاب حسبي الله عليك يا أخي دن ح... نفس الحركة اللي هنا نفسها شوف لا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل بس. يعني شوف الشركات الذهب، شوف الشركات اللي اسعارها جميله تشتريها وانت مرتاح ماليا، فنيا في قيعان. يا سلام، حتى الشارت كده يوحي لك انه المستقبل جميل لو تخطوا 22 بينك وبين 22 كلها ريال ونص اقل من 10%، اقول لكم انا بعض الشركات بس لو تطلع 5%، 7% تحلو امورها. شوف كيف دافنين أنا عرضيا ماشين ورخيص رخيص آه رخيص في نفس السنة دي يا جماعة العالم شافت الستة وعشرين ريال وخمسة وسبعين هل في نفس العام ده أربعة وعشرين العالم طلعت من فين طلعت من هنا إيش اللكلكة دي المشكلة اللي تيجي عينك عليه وتشوفه حلو يبغاله صبر صبر يطفشون يطفشون تقول لا الاسهم اللي تطلع هي الاسهم اللي ما فيها زباين عشان يصيدوا الزباين جدد والاسهم اللي فيها زباين حقيقيين مجمدين انا يا في الخوارزميات هذه كاشف الدنيا كده ولعب لعب شوف الاسهم اللي عليها الكلام شكل العالم كلها في وسطها والمضاربين قال لك يا عمي نطلع لهم هو يرشونا ما نبغى الين نحن نخلص تجميع والله يا جماعه شيء يعني اجرام الله يعيننا بس صبرنا هي الشغله يبغى لها صبر بس صبر صبر ما يبغى لها تهور انا اقصد في التهور يعني انك انت تبيع شركات زي كده تقول ابغى الحق فرص ثانيه وتروح في فرص يعلقوك وتجي بعد كم شهر شهرين ثلاثه تلاقي هذه الشركات طلعت جابت عشرين 20 30% وهذيك الشركات منها يا طلع شويه وبعدين نزل ما لها خاتمه تناقضات عجيبه يعني شوفوا بالله هذا شارت بجت يعني لو بدي ادخل اضارب ببجت عشان عشان اتاكد انه السهم سلبي لازم يكسر ال ريال يعني اخسر 20% اقول والله انا في ترند صاعد يعني حتى الشركات ايش بيسووا دول؟ شوف تحت المتوسطات الثلاثه والله يا اخي مخاطرها عاليه مخاطرها عاليه تروح للومي هذا ابو طاقيه اي آه تقول ارخص منه شويه بس مكرر وعالي بس شوف ارخص منه شوفوا بجت شارته فين ولومي شارته فين على الاقل هذا لو انا ابغى ادخل اضارب فيه اهم شيء عندي ما يكسر القاعده لازم افعل وقف الخساره عند ال 74 60 مثلا واللي تشوفها حلوه ورخيصه زي شوف جرير شوف آداءه كيف يعني شوفوا جرير الله جرير انا جرير يعني ما دخلت فيه لكن كل ما اشوفه من اربع شهور ونفسي تراودني يا واد ادخل استراتيجيا والله يمكن تروح على النظريه قريب 16 17 هي شوفوا علي انا في شركه زي سينومي سنتر وشوف اللي في جرير زي حكايه ايش مستفيدين هذا جرير حافظ على ال61 فيبو من الموجه الرئيسيه جرير قاعد الحمد لله يتداول فوق المطب ده على النظريه اللي هو 12 94 هلله 13 هاي هذا هذا مو شارت جميل وقيعان حلوة وقاعدين إيش يسووا لهم فترة يجمعوا ها ما هو ما بس مو راضي يطلع يعني كل واحد يشتكي من سهمه هاي أنا على الأقل أنا على الأقل كنت في سينومي سنتر طلع فيا ال 26 ونزل فيا مرة ثانية العش... نزل مرة ثانية بعد ما بعناه واشتريناه قريب 22 لكن في ناس إلى الآن ما طلعت من أول 24 ما طلعوا في جرير هاي كان سينومي سنتر أحسن لنا ورجعنا لسينومي سنتر وشوف في ناس جلست في جرير شوف هذا شهر كم ده هذا هذا شهر خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره عشرة أش... خمسة أشهر هم نازلين كاثرين الأربعة عشر ريال في شهر ثلاثة سبعة ثمانية شهور ما رجعوا اختبروها حتى الآن شيء تطفيش في تطفيش حتى دا نقول عنه حلاوة وطيب وما شاء الله يعني عنده بعض المعطيات الجيدة مضاربيا ولكن برضو حركته يحركوه يومنا ومفتاحي فتاحي والله أنا فتيحي بصراحة لافت نظري فوق المتوسطات الثلاثة على الشهري على الأقل عندنا قناة صاعدة ما دمنا فوق هذا المطب ثلاثة ريال وستين ما شاء الله فوق متوسط الخمسين على الشهري ثلاثة ريال ثلاثة وثمانين نحط الشارت على الاسبوعي يا اخي افتاحي فوق الثلاثه المتوسطات على الاسبوعي يا افتاحي على الاقل يعني على الاقل توديهم 5 ريال 5 ريال خمسة ريال والله افتاحي كيف يروح فتاحي لازم يخترق 4 ريال ونص شوف والله يا جماعه هنا في ذي الترند اه 4 ريال ونص شوف انا مستعد اراهن على افتاحي كشارت فني بس لانه داخل هذا الترند الصاعد فوق المتوسطات الثلاثه على الشهري والاسبوعي يعني شوفوا انا قاعد انخل السوق ادور شركات طيب شوفوا فتحي الكلام ده قلناه من شهرين وما تحرك فتحي ايش استفاد اللي سمع المعلومه دي من من قبل شهرين يقول لك ما شفنا شيء جديد مدحته يا ابو محمود وراهنت عليه لكن ما طلع والله يا اخي والله يا اخي يعني لو هذا لو لعب ده فوق 4 15 هلله فوق المتوسطات الثلاثة على اليومي أخربها يا شباب أخربها أخربها وأعلن وأعلن أن نفتح غزوة القادمة صدقوني شكلهم حينكبونا يا خوفي بعدها يكسر 63 في المستقبل يقولوا كله بسبب أبو محمود في أحد يملك في فتاح يا شباب عشان لا نخرب عليه بس ها إذا في أحد ما يبغانا نيجي ما نجي ترى بس شوف يعني نحن طب إيش شوف سهمكم واقف مو راضي يتحرر يعني على الاقل فتاح بعيد عن الانظار بعيدا عن يعني زي طقه البحر الاحمر وهذا شوف والله يا اخي موجه لو, لو طلعت ل ريال بس فيها عشرين 20% لو راح النسبه الذهبيه شوف الان فين واقف واقف على ال 38 فيبو من عام واحد 21 بالله يا جماعه بالله يا جماعه ما كانه مؤشراته تاهله انه نشوفه كده يا اخي هن ألا أليس شارتو جميل نوعا ما وقفته إيش قاعد يسوي طيب في المنطقة دي يصرف دور 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 ما داموا فوق المتوسطات الثلاثة أموره طيبة عندنا على الأقل في ترند مع أنه الترند بعيد يعني الترند فيه عشرة بالمئة تحت بس في قبلها متوسطات على الأسبوعي والشهري على اليومي ممكن مثلا نفعل وقف الخسارة بقاع مثلا نفس الشهر ده مثلا عند 3 ريال و93 هللة يعني نخلي الفرق 15 هلله هذا هذا خط 3.93 هذا كانه يذكرنا ما قبل التجزئه ب 39 ريال 3.93 ها اعطوني رايكم ايش رايكم في مفتاحي يجي منه ولا ما يجي؟ ما يجي منه يوصل 5 ريال يعني طيب مين يطلعه؟ مضاربه مضاربه مو شرط يكون لا محفز ولا بطيخ مضاربه أنا أقول وبالله التوفيق حسب ما هو باين عندي في الشارت فنيا هذا السهم ما لم ما لم يكسر 3.93 يعني ما لم يوطوط تحت الأربعة فترة طويلة والله يا جماعة ممكن في أي لحظة يشرد لو تخطى الأربعة ونص راح أربعة خمسة وتسعين وتحققت العشرين بالمية هذه قريبا النسبة الذهبية وممكن نوصل حتى قريب خمسة ريال ونقول مبروك للمضاربين كسبوا لهم 20% والله اعلم والله اعلم السهم دا يعني تقريبا تقريبا اهم دعم استراتيجي فيه على المدى المتوسط والبعيد 63 يعني يعادل 36 ريال ما قبل التجزئه لا لا بس في مقومات السهم المتماسك تعال نسال عمن الأشميكو على الفاصل الشهري او الاسبوعي ماذا تقول يا ايشيميكو الله اكبر طيب ماذا تقول يا اشاميكو على الشهري وي 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 الله أكبر الله أكبر شوفوا شهرين هو يضرب في الدعم ده 3 93 وارتد منطقة السحابة على الشهر مخترق طيب ماذا تقول يا أشميكو على اليومي الله 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 قال لك إذا عدى 4 18 هل الكيجن اخترق السحابة على اليومي أنت قاعد في السحابة على اليومي يا ناس شوفوا كل الفريمات يا ناس شفتوا نظرتي أنا شفتوا نظرتي في السهم من قبل ما اشوف الاشاميكو طلع الاشاميكو شوف نفس الفكره والله العظيم والله انا قايل منظر الشارد جميل على فوق المتوسطات على اليومي ولا شوف طلعت حتى الاشاميكو يقول الكلام ده طيب لو دخل واحد اشترى السهم جاء اثناء الجلسه السهم تذبذب وضيق ما طلع ايش نسوي طيب؟ الصبر طيب الصبر طيب طيب نقدر نقول انه نحن في العروه يعني في الكوب والعروة كيف يعني كوب وعروة نقدر نقول على اليوم نقدر نعتبر هذا زي الكوب ونعتبر نفسنا نحن في العروة دي يعني هذه عروة الفنجان ها وي 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 وي, وي. وي. والله هاي. هذا لو عد أربعة ونص بالراحة لو أخذنا بس الوتد هذا حق الموجة دي حقة العروة بس هذه وحطيناه هنا الله خمسة ريال بالراحة هاي ايش تبوا خلصنا تحليل يلا نزلنا الميدان الميدان يا حميدان وقف الخسارة وعرفناه ثلاثة ثلاثة وتسعين على الأقل خلاص صار حدود شمعتنا الشهرية على الأشميكو يلا الصبر طيب غصبا عنك حتشتري وتقول الصبر طيب لأنه أنت شايف أنه عشان يصير شغل تقيل يعني لازم السهم يكون عدى أربعة ونص في المستقبل عشان يصير عندنا اختراق ما بين قمة قمة عام 23 مرورا ب 24 حقة الشهرين دي مظبوط ولا لا؟ على فكرة بالمناسبة نفس الجلسة دي ونفس الكلام ده ونفس الملاحظة دي ترى قلناها من شهر ولم ولم يتحرك في يعني في واحد اتحمس معايا في الليل دخل في تيحي ثاني يوم برضه مبطبط زي ما انا مبطبط في البي سي اي وسينومي سنتر يعني هي هي طب وين يروح؟ يروح فاسم الطواقي ها فين يروح طيب؟ والله انا شايف انه شارت فتاحي حلو يستاهل واضح انه السهم بيخطط على الصعود ولا انا ما احب النوعيه دي من الشركات نحن قاعدين نتكلم عن ال ال قاعدين نقلب الشارتات ندور على رسومات بيانيه مشجعه هذا واحد كان في يوم من الايام من اسهم الطواقي شوف له فتره طويله الى الان هاي في القيعان الى اليوم نحن على الاقل على الاقل فوق القاع حق قبل سنه في ديسمبر 129 ريال يلا هذا النهدي برضو تكلمنا عليه يعني تكلمنا عليه من شهرين وبرضو النهدي ما تحرك وقلنا من علامات تحرك الرئيسية اقتحام متوسط الخمسين على الأسبوعي وشوفوا عشان يخترق متوسط الخمسين يعني لازم يطلع السهم أقل شيء خمسة بالمئة والسهم قاعد في مكانه له أربعة أسابيع ما تحرك وجالسين تضحكوا علينا ببعض الشركات حقتنا اسهمك ثقيله يا ابو محمود طب هي ها بوريكم فتاحي ووريكم النهدي ووريكم شركات كثير فانت تبغى تروح اللي تعرفه احسن من اللي تتعرف عليه يعني على الاقل على الاقل النهدي ما تجي موجه توصله هنا بس يجيب 23 فيبو من الموجه يا اخوان يعني لو وصل 143 والله حلو والله حلو يعني لو واحد شال النهدي من هنا ما يمدي يطلع 10% بالراحه والله لو طلع فيه الى قريب 143 13 ريال حلو حلو ولا ما هي حلو فما بالك لو اخترق في المستقبل فيه واخذوا 155 واشتغلت الموجه وطارت اسهم جالسه في قاع ادنى رقم تاريخي منذ الادراج 122 80 كم كان اكتتاب النهدي يا شباب بكم ادرجوه في السوق النهدي كاكتتاب عام الناس اكتتبت بكم في النهدي يا اخوان بالله جيبوا لي المعلومة دي خلينا نستأنس فيها شوي خلينا نشوف أنا من فترة طويلة طبعا مغسل يدي من السهم لكن بعد مرور هذه الحقبة الزمنية والتمركز دا طيب هدول إيش بيسودوا معقول ما أقول ما يطلعوه في موجة زي الموجة الأولى شوف الموجة الأولى أخذوه من 129 إلى 156 80 جابوا لهم تقريبا 20% فيه ما في واحدة زيها كمان دحين بلاش 20 بس 10% ما فيكم واحد جاب لي قيمه الاكتتاب ادخلوا على جوجل خلينا نغلق الملف بسرعه بالله عليكم سلام. النهدي كان اكتتابه 131 وثلاثين يعني معناها كذا السهم تحت قيمه الاكتتاب والله يستاهل المتابعه كذا يعني هذا لا خلاص هذا مرفوع عنه مسمى طاقيه الان ما داموا في القاعده وما داموا في المنطقه دي هذا يبغاله بس كذا لفه طار ولو عدى في المستقبل 143 ممكن نشوفه على الاقل عند 155 80 ان شاء الله تجيله موجه كده يحتفلوا فيه حفله ثانيه اي آه خلوه تحت المتابعه القاع المكسور ده 159 80 يا سلام يعني تقريبا لو حطينا هنا المستطيل والله هبره طيبه دي طيب المشكله لو دخل واحد في النهدي وجاك النهدي مريوس كيف يبغى يثق في النهدي إذا كسر كم؟ إذا كسر قاع الأسبوع الماضي 128 خلاص نخلي هذه وقف خسارة نخلي هذه وقف خسارة اللي بيحط رجله يحط رجله في النهدي ويجعل وقف الخسارة لرجوله دي 128 ريال خلاص كم ريال المخاطرة؟ المخاطرة ريال و60 هلل تعالوا شوفوا السهم لم يغلق من أربع أسابيع تحت المية وثمانية وعشرين ريال هاي التربسوا معهم في القاعدة لعل وعسى يمكن ربي يرزقكم على الأقل مبدئيا بالستة ريال دي المية وخمسة وثلاثين وإذا وفق السهم إن شاء الله باختراق المتوسط هذا تنكشف لكم بعدين المحور ده ما بين المية وما بين المية القاع المكسور ده مية وأربعين إلى مية وثلاثة وأربعين وربع خلاص هذه أرقامكم الرئيسية اللي أنتم تعرفوها نجح النهدي شال امها وحصل اختراق اديله ومنقذ، والله طيب. ما ندري يمكن تجيكم موجه لو اخذنا الوتد من هنا لهنا وجاك السهم في المستقبل شق الطريق والله يا جماعه بالراحه يوصل عند النسبه الذهبيه 176 على حسب الشرط هذا. احسبوا بالنسبه المئويه من 128 الى 176 لو حصل هذا السلوك يعني والله اعلم. لو حصل الانفجار وانفجر النهدي وعكس الطريق وراح لمية وستة وسبعين كم بالنسبة المئوية من هنا إذا قلنا إلى مية وثلاثة واربعين عشرة بالمية مية وستة وخمسين عشرين بالمية مية وستة وسبعين يعني تقريباً 30% بالمية 30 بالمية حلوة الصبر طيب هذا سهم الدواء وينك يا يزيد مدري مين اللي ديك, اليو داك ديك الأيام حافظ على الترند هذا الدواء طيب الدواء لا والله بس الدواء ما هو فقاع الآن طلع تقدم شوية بس ما قدر يكمل طيب هو ارتد من فين والله شوف تحت ال 23 في جاب ال 121 60 121 6 الأدنى 80 90 80 90 لا والله مقفل فوق ال 90 ونص هذا لو عدى 92 ممكن يرجع ستة وتسعين ونص يعني نخلي وقف الخسارة تسعة وثمانين عشرين تسعة وثمانين عشرين يصير سلبي خلاص هذا عند دعم هذا عند دعم ممكن سبحان الله يجيب ستة ريال لو لف الطار الدواء من هنا إلى المتوسط والثمانية وثلاثين فيبو يجيب ستة ريال لو كسرها أنتبه لا يجرك ما بين الستة وثمانين إلى أربعة وثمانين ويصير الترند عند الثلاثة وثمانين على النظرية بن داود هاي بن داود ولا فتاحي والله فتاحي أطلق بن داود نزل تحت متوسط الخمسين بن داود اللي يبغاه يعني بشكل آمن أكثر يبغى ياخده قريب متوسط المية طيب كيف يروح متوسط المية الأيام دي إذا كسر الدعم سبعة خمسة هل يعني تخلى عن سبعة ريال سبعة خمسة ممكن نشوفه عند الستة سبعين دائما الستة سبعين مغرية طيب وإذا كان يبغى يقلب أمه شمن كحلي على فوق معناه على الأسبوعي السهم يغلق فوق السبعة ريال وستة وعشرين هللة ويقول لك قوم يا أبو محمود هي فتى أنزل مرة ثانية خلاص أنا نزلت واحترمت الترند وبدأت أطلع على مبدأ القمم والقيعان الصاعد طيب فين حتاخذنا يا بن داود نسحب له الفيبو من فوق لتحت قال يمكن المرة الجاية أخذكم لمتوسط الميتين والنسبة الذهبية قريبة 8 30 8 ونص والله طيب كتر خيرك كتر خيرك هيا ورينا شطارتك طيب هيا ورينا شطارتك احترم السبعة خمسة واخترق ثمانية سبعة ستة وعشرين عشان نطلع معك إلى السبعة سبعين وإذا طلعت رجال اخترقها عشان نروح معك للتمانية ثلاثين إلى ثمانية ونص ونقول لك جمل الله حالك إنك رحت بالطريقة هاد أما لو كسرت سبعة خمسة معناه أنت عندك نية بطبطة وما دام عندك نية بطبطة فبطبطتك معروفة أبعادها عند مستويات ستة سبعين هناك نستناك ونحاول نشوف يمكن نرجع نناور معاك مرة ثانية وهذا تحليل بن داود برضو محير شوفوا عندنا ترندين في بن داود عندنا ترند أساسي اللي هو من أكتوبر هذا الترند السنوي وفي عندنا هنا ترند فرعي شكل الترند الفرعي ده هو اللي متوافق مع منطقة السبعة ريال وسبعة خمسة شوفوا هذا لو انكسر كشف ده زي ما قلنا إذا حافظوا على المنطقة دي يعني محتاج بن داود بس يفرح ملاكه بإغلاقات أسبوعية فوق السبعة ريال وستة وعشرين شوفوا كم مرة اخترقها بن داود ولكنه ندل لا يغلق فوق الفيبو ثلاثة وعشرين ولم يغلق فوق متوسط الخمسين وقد تكون هي الشرارة في بن داود للإيجابية للتوجه نحو السبعة سبعين ثم ثمانية عشرة كما فعل المرة اللي قبلها ثم ثمانية ثلاثين إلى ثمانية ونص إن شاء الله تعالى وأساسا اوريدي نحن لما نكون قريبا النسبة الذهبية حيكون السهم وقتها خلاص قريب كمان الترند الهابط من أعلى قمة جابها تسعة ريال وأربعة وسبعين مرورا بقمة أدنى منها ستين يعني لو طار بن داود كموجة استراتيجية ووصل هنا يعني 8 ونص معناه حيكون على يعني مناطق معطيات فنية ذات قيمة فنية عالية لو عنده خربان بيوت لن يكون الخراب إلا على حساب كثر 76 أي ما يعادل 67 ريال قبل التجزئة الله أكبر السهم ترى قيمته الآن كأنك بتلعب فيه 70 ريال زي باع عظيم وزي الطقة دي أبو سبعة وستين بحر العرب أبو ست ريال وسبع ريال هذا آه. تحليل لبن داود طيب وين التميز كله يبغاله صبر كله يبغاله صبر ومتابعة هيا بالله عليكم هذا كابلات الرياض اللي سأل عنه واحد قبل كم يوم اشبك على كابلات الرياض يا ابو محمود يشوفوا كل يوم كل بعد كم يوم ناقز من ضمن الشركات الأكثر ربحية طالع له ريال ريالين طيب يا حبيبي شوف جاي من فين 35 ريال تعرف هذا السهم يعني له سنتين الان في السوق هيكمل سنتين طيب معقول تبغاني اجي اشتري في الكابلات الرياض هنا عند المي... فوق المية فوق ال 100 وهو جاي من 35 طيب انا لو دخلت هنا تبغى تدخل ادخل انا ما ادخل انا ما ادور سهم زي ده ابدا لكن انت لو حبيت تدخل لو شفتك لو شفت السهم يميل الى كسر متوسط الخمسين حاجز ال ريال وشفت انه يميل للاغلاق تحتها، هل حتقعد؟ وقف خساره على طول، ولو جينا رسمنا له ترند الان على الفاصل اليوم يعني جينا رسمنا ترند من الق... من الق... من القمه دي من القاعده الى القاعده. طيب ايش حيصير عندنا لو كسر المية على اليوم شوف هو تحت المتوسطات الثلاثه على اليوم الان لو نزل كسر المية فر منه فرارك من الجحش او الاسد عفوا، الجحش ما يخوف كثير. لا والله الجحش ممكن يبرك عليك هذا، المهم فر منه فرارك من الاسد. يا ابويا غالي غالي ايش بيسوا طيب اسال نفسك ايش بيسوا هم لما طلعوه حوالي تقريبا دبلوا فيه مرتين بعد ما ادرجوه، طيب ايش بيسوا هنا؟ ما شاء الله من قوه الاخبار اللي عنده كابلات الرياض يعني. طيب مو تخاف يكون تصريف عليك، والله تعليقه تعليقه محترمه فما تغريني هذه الشركات ابدا. لكن تقول لي انا مضارب محترف يا ابو محمود، ما انا انا اقول لك هي من الان اللي يبغى يفكر يدخل ويضارب مع سهم كابلات الرياض هو عارف انه لن يوطوط وسيبيع ماركت لو شاف السهم بدا يطقطق تحت المية ريال، يعني ما راح يتحمل انه السهم ينزل فيه دون هذا المستوى. لو جاته موجه كابلات الرياض يعني شد حيله كالعاده يعني كالعاده يعني لو جاء بدا يذبذب السهم راح سوى لكم مثلا جاء واحد قال والله يا ابو محمود انت جبان انا بدي ادخل ما دام انت قلت لي وقف الخساره مية انا حسمع كلامك لكن والله ما حسيبه طيب بس قل لي فين ممكن ابيع لو السهم مشي معايا اقول له خلاص احنا مو رسمنا ترند صاعد ونرسم ترند هابط يعني نسوي زي كذا مثلث تعال نشوف الموجه دي لو طلعت من هنا الين الترند يعني ممكن تلعب على 113 إلى 115 طب حلوة 10% بالميه. برضو 10% بالميه. يلا إن كان حظك قوي تأخذها إن كان حظك قوي تأخذها هي قريبة منطقة 78 فيبو من موجتك الأخيرة إذا والله أخذنا فيبو من أعلى رقم تاريخي سجلوا 122 ريال 122 ريال يا رجال انت لو طلعت منه 8 ريال وشرت نعمة وهذه 83 80 ثلاثة وثمانين خلاص هذا كابلات الرياض انت الان وحظك هل السهم يتحرك ايه. انا كل اللي أبغاك تنتبه له انه لا تستهين انه يقولوا لك كابلات الرياض الاسبوعية الشمعة بدأت تكسر المية وتأكدها بثمانية وتسعين ثلاثين الالفي ده معناه هذا الاغلاق سيكون وبالا عليك وقد يكون مؤشر يهددك بالخسائر وما تعرف تبعات هذا النزول فين تودينا في المستقبل لأنه نحن لو جينا رجعنا للصورة الأساسية للموجة دي اللي رسمنا لها القناة دي يعني هذا لو رجعك إلى قاع القناة مرة ثانية وثمانين قريبة 80 حتكون خسارة أقل شيء 20% فكأنك أنت إذا ما انتبهت لوقف الخسارة هنا حتدخل في مخاطرة هذا إذا كانوا مرة طيبين يعني فعلا وصلوا وثمانين وحافظوا عليه ما راحوا كسروا الدور الأول ده وصار انحراف كبير أخذ السهم إلى مناطق الستينات هو تلبيس الطواقي كيف يطيروا السهم تدبيلتين ثلاثة ويقعدوا ينزلوا تدبيلة كاملة عشان من 120 ل 60 ريال وهم يصرفوا يلبسوا طواقي في السهم فالانتباه واجب يا الله حتى العمران أهل العمران ما لحقوا يفرحوا فيه يا الله يا العمران مو راضي مو راضي العمران يطلع فوق 42 ويقفل على الاسبوعي العموم جمل الله حاله هو ضرب ضرب المنطقه دي وما زال يعني ما زال بيضرب فيها شوفوا كم اسبوع شغال بس تعالوا شوفوا الاغلاقات الاسبوعيه مو راضي يعلن ما هو راضي يعلن دخوله مرحله جديده اللي معطيله نوعا ما قوه الى الان ثباته فوق الأربعين أي إغلاق تحت الأربعين على الأسبوع يا أخوان معناها الحفلة دي حقت الدق كتر الدق يفك اللحام انتهت معناها ما في لا فك لحام ولا في بطيخ هذا ممكن نرجع نشوفه ب وثلاثين سبعة وثلاثين كالعادة يفترض أنه السهم شوفت عينكم إذا قلنا حيسوي يعني حدث جوهري جديد لابد أنه كان عدى التنين وأربعين وطار وأنا أتمنى زي كذا سهم يطير لأنه ممكن يغار باع عظيم ممكن يغار بحر العرب نوعية الشركات زي كذا ممكن تتأثر ببعض المصافي الأشياء دي بس سبحان الله شوف كلهم مكتفين يا اخوان كله يلف ويدور حول نفسه وهي بصراحة المنطقة دي كنا نقول لأحد يوطوط لملاك السهم وشوف اللي دخلوا في المنطقة دي بعضهم ما, ما استفاد شيء ما زالوا مشربكين فيها فهذا لو لف الطارة وكسر 40 ريال بإغلاق أسبوعي ايش يضمن لك ما يردك وياخذك بموجه تصحيحيه وجني ارباح وتحصل نفسك على عتاب وطرف هذا الترند عند مناطق قريبه ال 37 ريال 37 ريال شوف ضمن نظريه 3 خمسة 7 يعني لو بدا يضعف تحت متوسط ال 50 والله ما في ثقه فيه ممكن الندل يرجعوا الثلاثة ريال دي تي 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 زي ما رحتي زي ما جيتي لذلك الحدث الجوهري مو راضي يصير في العمران الى الان بالاغلاق فوق 42 شوفوا لو عدى 42 ايش ممكن يترتب على هذا الكلام شوفوا الاهداف الاستراتيجيه اللي ممكن تنفتح ما بين 48 80 الى قريب ال 50 ريال وهذه يا اخوان الله ال 38 فيبو متوسط ال 200 يعني شغل جميل ممكن يصير بس الجماعه ما هم ما هم جادين الى الان لو رسمنا هنا قناة حطينا لها سقف شايفين كيف على الأقل ممكن نشوفه في حال اختراق 42 بإغلاق ممكن يفتح الجبهة دي بحول الله تعالى الباحة الدباحة هذه الباحة الدباحة يا الله وصلوها إلين 46 هلنا كم نص ال 46 23 اليوم السهم منسب 24 يعني نقدر نقول الباحة خلاص يعني باقي لها هلله واحده وتدبل تحت من 46 هلله الى 23 هلله طبعا يا اخوان الباحه عشان نفهم القصه يا لطيف اول مفاجاه كانت قويه فنيا عندما نجح الباحه في اختراق الترند الهابط شوفوا فين عشان نعرف المناطق القويه هنا حصل اقتحام لمتوسط الخمسين على الشهر مع المية مع الترند الهابط من عام واحد وعشرين ولو كنت انت مثلا برضك مسوي في بوناتشي من قمة واحد 21 عند الصفر فاصلة اربعة وثلاثين هذه قمة واحد 21 إلى أدنى قاع صفر عشر تطلع هي ال 20 هللة اللي هي 38 فيب يعني باقي لنا أربع هللات عشان نختبر الترند ونختبر الفيبو ونختبر متوسط الخمسين خلاص هنا هذا الإغلاق اللي حصل على الشهر هنا هو اللي مكن سهم زي الباحة انه يطلع فلو جاء في يوم من الايام واحد قال والله ابغى اشوف فين يبغى يروح الباحه وسحب وتد وحط الوتد هنا الله الباحة ما شاء الله كنا نقول أقل شيء حيجيب قمة 21 هذا السهم حتى شطح فوق هدف الوتد وراح السهم شوفت عينكم وراح السهم شوفت عينكم حتى قريب ال 161 فيبو من الموجة كانت 48 هم شردوا قبلها بهللتين يعني ما قصر صراحة يفترض الباحة هو نازل الآن مفروض يعني مفروض هذا المستوى ما بين العشرين ما بين العشرين هلا لا ما في مشكلة ما في نقول ما بين عشرين إلى واحد وعشرين هلا خلينا نقول ما بين طيب بلاش طيب لو حط لو رفعناه هنا شوية عند القمة دي القمة دي 22 هلا يعني نقول يفترض إنه الباحة الآن إذا كان عندهم يعني إذا كان عندهم نية طيبة يعني خلاص يتكوا هنا فترة من الزمن يعني يتكوا هنا فترة من الزمن يا يعني يتكوا يعني يتكو عند 22 هلالا يا يتكوا عند ال 20 متوسط المتوسطات هذه على الاسبوعي خلاص يقولوا انه هذه المرحلة هذيك قديمة انتهت نحن الان عيال جدد خرجنا من المسار فاثبت فوق العشرين 20 لو يبدأ مع الوقت يطقطق ما بين ال 26 هلله و 28 هلله رايح جاي في المنطقة دي والله اعلم الكارثه الفنيه لو جينا شفنا الباحه مقفل تحت ال20 اوه هذه مصيبه دي معناها هذول ما لهم خاتمه اما من الناحيه الفنيه انا اشوف انه خلاص يعني اخذتوهم نزلتوهم مفروض انهم المناطق دي خلاص تكون هذه منطقه استراحتهم يعني ممكن يقعدوا فتره من الزمان عرضيين في المنطقه دي مكه مجبورين مجبورين كده نتفرج على الشارت من 2006 عشان نشوف كيف قوة سهم مكة؟ الله اكبر مكة محسوب علينا في 2006 الهاي حقه 247 80 والادنى ايام الازمة المالية العالمية 18 ونص ما شاء الله تبارك الله يا مكة مكة اليوم بيلعب على اعتاب قمة عام 2017 قبل حوالي سبع سنين من الان وهذه القمة الثانية كانت في عام 2015 واحدة عند مية وتسعة ريال واحدة عند مية وثلاثة وعشرين ونص ومكة ما شاء الله دخل في طلعة دية داخل يعني داخل محور القمتين التاريخيتين هاد ومكة إيش مسوي لنا على الشارت يعني على الشهري منذ أن تجاوز المية وستة الله يذكرني بالغاز للتصنيع منذ أن أغلق السهم فوق المية وستة وهو عايش على أمل أنه لو تخطى القمة القمتين هذه حيكشف ال 133 منطقه ال 50 فيبو هذا الريمبر من عام 2006 اللي ملاحظينه الى الان انه مكه يعني الله يبارك لملاكه بصراحه المنطقه اللي واقف فيها دي سلاح ذو حدين والله شوفوا قمتين تاريخيتين وهذه تعتبر نحن كاننا في الثالثه لكن ما لكن ماذا ننتظر؟ نحن ما نبغى أي انعكاس يخلي السهم يرجع، والمشكلة إنه لو حصل الانعكاس، كيف حتكتشف الانعكاس إلا بكسر 106 على الشهري؟ يعني لازم تخسر 10 ريال، 10 ريال، عشان تكتشف إنه مكة بدأ ايش؟ يخرج عن المألوف. ما شاء الله تبارك الله، السهم عايش زي ما أنتم شايفين، يتداول إلى يومنا هذا، يعني في عالم غير عالم السوق حقنا يعني عايش لحاله كده في وضع طيب أموره كويسة بس الله يبارك لملاكه طبعا اللي يبغي يدخل مكة يدخلوا قريب دعم يدخلوا قريب منطقة اختبار زي مثلا مستويات الفيبو ومية وستة مية وسبعة ويجعلها في يوم من الأيام وقف خسارة لاحظوا أن الشموع حقت الشهرين الماضية كانت تنزل شوفوا من فين من فين بترتد بترتد من قريب ال 107 و106 احتراما وتقديرا لهذا الاغلاق على مستوى الفيبو، لاحظوا الشهور اللي قبل ما يخترق فيها الفيبو كيف كان ينزل منها وكان لسه يعني اللي اعطى قوه المكة هو وجوده فوق 106 ريال و10 اللي هي منطقه ال 38 فيبو من 2006، نحن الان في الشهر الرابع على التوالي ونحن عايشين فوقها عندما عاش الغاز للتصنيع فترة من الزمن فوق مستويات الثمانية وثلاثين أخذته فوق الثمانينات كشفت له المية وواحد وستين فيبو شفنا الغاز كيف شق الطريق واقتحم حاجز الثلاثة أرقام الخمسين فيبو وكشف الواحد وستين فيبو فهل يكون مكة وهذا السلوك يا أخوان نحن بنشهده الآن في الشركات القديمة في العقارية بنشهده في التعمير بنشهده قاعدين نستنى كمان نشوفه في الجماعي يعني في شركات الان ما شاء الله تبارك الله وضعها جيد وقوي واسال الله لملاكها التوفيق وممكن نقرا مكه من زاويه اخرى شوفوا لو جينا عند على مبدا القنوات شوفوا مثلا هنا شوفوا مكه برضه هذا سقف تم اختراقه يعني لو انا ابغى اعيش على دور ثاني في شوفوا الدور الثاني هذا ممكن سبحان الله يخلي مع الزمن نشوف مكه عند ال 160 ريال النسبة الذهبية من عام 2006 لو اخذنا نفس المسافة هنا وحطينا هنا شوف كيف يا سلام شغل متكتك الله يبارك لملاكم مين ماشي على خطاه الان نوعا ما نوعا ما طيبة وهذا طيبة يا اخوان نفس الحكاية الله يرزق ملاكم لو سحبنا له فيبو الان شوفوا المنطقة اللي دائما نعول عليها اللي هي خمسة 45 هذا برضو من سبعة وسبعين ريال هنا هذا الهاي التاريخي المحسوب علينا في 2006 في طيبة وهذا قاع في الأزمة المالية العالمية تقريبا محسوب علينا بمستوى 13-75 يا سلام أين يتداول سهم طيبة الآن الشهر الماضي قفل فوق ال 45 40 ال 50 فيبو الشهر ده ما زال فوقها نحن دائما نقول لو عد طيبه الهاي قريب او او اخترق حاجز الخمسين او اخترق الهاي 48 90 ترى ما زلنا نتطلع الى منطقة النسبة الذهبية من الموجة عند ال 52 85 او قريب قمة عام 2015 اللي هي 54 ريال يعني ما زلنا شوفوا الى الان لا نستبعد ان طيبه وملاك طيبه يكونوا مرشحين للوصول الى هذا الهدف الذهبي من عام 2006 ما داموا ما دامهم يميلوا الى الثبات والتمركز بشكل عام ونقدر كده نحن اليوم على الفريم الأسبوعي نحدد لنا منطقة زي مثلا زي كده نرسم ترند صاعد ونقول هيا لا يكسر الترند فلو كسروا 45 44 خلاص ننتبه ننتبه لا, 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 لا تجي غشنة نزول ترجع 38 ريال أي الآن أنا أشوف طيبة يتمتع زي مكة بقوة ولكن ما نقدر نقول إلا الله يبارك لملاكها شوفوا ما شاء الله مرنا على اليوم فوق المتوسطات الثلاثة على الأسبوع ما شاء الله فوق متوسط الخمسين إن شاء الله يحافظ عليه اللي هو 11 ريال وعشرين والله مرنا شوفوا مؤشراته لا بأس بها خلونا على الأسبوع كذا نتفرج أنا في يوم من الأيام آه كيف قلنا قلنا خلينا نتعامل مع المشكلة إنه هذه البيانات كلها جديدة لكن لو أخذنا مثلا بيانات 24 الآن حقت السنة دي أعلى قمة شهدناها خلال العام كانت 12 70 خلاص هذا الفيبو حقها بامكاني اتابع الارقام المهمه هنا نقول 12 70 القمه الادنى 99 هو تقريبا ممكن ارسم ترند صاعد يعني ما يعني في شيء مؤنس صراحه بالسهم وجوده فوق متوسط الخمسين في حاله الاغلاق كويسه طلعته الاخيره بنت لي وتد يعني انا اشوف انه هذا مرشح بحول الله اذا تخطى 11 60 خلال الأسبوع هذا أو اللي بعده والله ممكن نشوفه ب 12 10 12 30 يجي ممكن يجيب ريال والريال بالنسبة له قريب 10% حلو والله ماشي أموره طيبة إن شاء الله أموره طيبة مرنة النايفات نفس الكلام وقفته كانت حلوة فوق 13 80 13 90 لفت طارة اليوم اغلق عند محور مقاومه ما بين 14 36 الى 46 قلنا لو عد ان شاء الله 14 76 متوسط المية على الاسبوعي حيرجع يشد ولو شد ما شاء الله تقدر تقول انه صار عندنا الان لاول مره يعني ممكن يتشكل عندنا ترند حلو في النايفات بعد هذا التصحيح الاخير فممكن نحن نسحب الترند او نسحب الترند من القاع هذا مرورا بدا ونمشي مع الوتد دا ونقول يا سلام خلاص هيا الترند ما يفرند والقناه هيا اطلع ويمكن سبحان الله شوفوا هذه القناه تجيبنا للمنطقة اللي دائما نحلم نوصلها ونقول مو بعيد نشوفها ضمن نظرية ثلاثة خمسة سبعة هي منطقة السبعة عشر ريال 17 ريال وهو اخر قمه طبعا نزل منها في عام 2023 كانت قريب 18 ونص نحن خلينا نفكر في سقف القناه ونفكر في في ال17 وبعدين لكل حادث حديث اه يا سناد هذا سناد شجعناه قبل فتره وفرحنا له وقلنا ما شاء الله السهم 100 100 كشف 16 راح جاب 16 طلع ابن حلال قال لهم انا يا جماعه خلاص ما يمديني اخذ بعضه جاء نازل يا بوي وين المفاجات الساره وين الشغل قال والله انا ترى لاني حق من كحليات ولاني حق شيء وشوفوا اخذ بعضه ورجع المهم نتمنى انه كالعاده يعني ما يبطبط يعني 13 66 هذا مطب صار استراتيجي يعني ما دمنا فوقه نحن نقول او لو اقتربنا منه دائما بيكون مناطق جيده للمناوره، أنا شايف إنه السهم الآن ضعيف شوية لكن لو بدأ يرجع فوق 14 14 40 ممكن نشوف له محاولة مرة ثانية لل 16 ريال، مو معقول إنه لهذه الدرجة ما يقدروا يتجاوزوها، شوفوا الآن نحن فين واقفين فوق ال 23 فيبو 14 10 والله نقدر نقول إنه سناد الآن صار عند دعم بس لسه ما ارتد زي الناس والله إذا حافظ على الفيب وأربعة عشر عشرة فنقول إن شاء الله يرجع بحول الله رجعة جميلة والله يختار لملاك الخير لا لا طيب استاهل المتابعة لو قفز فوق أربعة عشر أربعين إن شاء الله والله حلوة الهبرة لستة عشر ريال مرة ثانية فيها ريال خمسة وسبعين هلل شوفوا هذا المطب هو المطب اللي يقرأ أربع تقريبا عند أربعة أربعة وأربعين هللة يبان عندنا انه مكسور لكن الفيبو دام سوي شغل طيب يعني 23 فيبو ان شاء الله الشمعه الاسبوعيه يعني احترامها لهذا المحور تبشر انه ان شاء الله يحاول سناد انه يرجع مره ثانيه ونرسم له قناه نحن ايش نبغى من سناد يا اخوان؟ نحن نبغى من سناد يودينا 38 فيبو يوديهم على النظريه قريب 17 يعني نايفات يوصل قريب 17 وعسير بجلاله قدره وسهم قديم يقعد ب 14 يعني على الاقل يغار منهم ويروح ويقرب من ال 17 17 20 في هذا المحور وهي بصراحه مناطق ذات قيمه فنيه عاليه ناهيكم انها لو كنا راسمين قناه فهي تقريبا ضمن حركه القناه الصاعده في السهم البطيئه دي لو كبرنا الصوره في الشارت حنلاقيها يعني اهداف مستحقه ما هي غريبه ما هي صعبه لو طلعنا فوق السطوح الله طلعت تقريبا هي في حال تخطينا نحن 16 ريال حيكون كشفنا 16 متوسط الميتين على الشهري وكشفنا ال 38 فيبو من موجه عام 21 هذا السهم برضو ما لنا شغل فيه هذا العربيه للاعلام ابو طاقيه برضو ده شغال في تلبيس الطواقي على مهله قمم وقيعان هابطه كاسر الأسبوع الماضي متوسط المية قاعد يحاول يختبرها أهم شيء عندنا الآن هو يفترض أنه عند القاعدة حق أكتوبر أوه هذا عند قاع السنوي العربية للإعلام والله حافظ عليه طيب يا أخوي هاي إذا كانك رجال أرجع فوق متوسط المية عند مية وأربعة وثمانين خمسة وسبعين مية وأربعة وثمانين خمسة وسبعين أتحولت إلى مقاومة متوسط المية على الأسبوع زائد قاع مكسور هذا تبه منه خطورة تكمن لو كسر قيعانه السنوية اللي هي عند المية 171 وسبعين ستين. حاول يكسرها لكن رجع الأسبوع ده فوقها منظر مريب إلى الآن تحت المية لكن اللي شاف فعله خلينا نعتبر أنه المنطقة دي ما بين المية واربعة وستين أو مية وخمسة وستين هي آخر حدود المناورة مع السهم أو المغامرة معه تنتهي المغامرة مباشرة بمجرد كسر المناطق دي ما داموا فوقها ممكن قلنا العب لعبة المعهودة مع كل نزول يمشي على مبدأ القمم والقيعان الهابطة يعني ممكن يرجع يطلع يطقطق بس لا يكسر هذا المحور من الشارت لأنه لو كسرها ممكن نشوف تلبيس الطواقي يستمر لا قدر الله شوفوا السهم محسوب علينا جابوه من قبل سنتين من مستويات قريب 84 ريال طيروه إلى 298 يخرب مطنهم إلى الآن نازل من أعلى قمة خلال العام أكثر من 100 ريال شايفين هذا نوع من أنواع هذا نوع من أنواع تلبيس الطواقي في الأسهم الجديدة والله كثير أنعام القابضة أنعام جات تبغى تفرح تطلع مع الباحة وقفها متوسط ال 200 وقفتها المناطق دي بدا يلف الطاره وينزل وقف هنا عنده دعم انعام في المنطقه دي اهم شيء لا يكسر ريال الريال و20 هلله ممكن يرجع يلعب على ريال و40 وريال و وهي من اهم مقاوماته على الفاصل الاسبوعي كسر ريال و حيضعف وممكن يرجعنا لريال و متوسط ال50 وال آه يا باعظيم عظيم وقفتك إلى الآن حلوة لكن مالك خاتمة نحن ما عندنا ثقة إلا بإغلاقاتك دائما فوق الستة سبعين على الأسبوعي وهذا إلى الآن لم يحصل بعد وهي تعادل يا أخوان ما قبل التجزئة سبعة وستين وكل ملاك باعظيم عظيم يعرفوا الكلام ده من متابعتنا اللصيقة الباعظيم كنا نقول دائما عند الستة ثلاثين مناورة عند الستة سبعين تخفيف إلى نشهد قدرة على مج... على إغلاق السهم على الأسبوع فوق المنطقة دي لاحظ إلى الآن لنا حوالي تقريبا ثلاثة أربعة شهور من بعد ما تجزأ باع عظيم باع عظيم بالمناسبة شفتوا الشمعة الطويلة دي اللي طلعت هذه كلها طلعت قبل التجزئة بيومين وبعدين السهم شوفوا قاعد يتذبذب في هذا المكان ما بين نقدر نقول الستة ثلاثين إلى مستوى ستة لا يوجد أي تغيير في الشارت نحن جالسين عند تقريبا إلى الآن محسوب علينا المقاومة إذا في مفاجأة قوية من عيال ثقيل خلال الأيام القادمة مو بس إغلاقنا فوق 76 نحن نبغى ممكن يصير عندنا تجاوز السبع ريال هو الحدث الجوهري اللي ممكن يخلينا نشوف منطقة زي هذه كأنه ترند هابط مخترق فالسبعة حتكون هي الشرارة بما يعادل سبعين قبل التجزئة ما لم نشهد هذا السلوك فهذا ممكن يطلع يصرف علينا ما بين الستة سبعين إلى سبعة ريال كعادته ويرجع يضغط ونشوفه قريب ستة ثلاثين لا لازم نشوف سبات فوق ستة سبعين إلى سبعة ريال بإغلاقات على أقل تقدير الله على النقل الجماعي هذا, هذا الشهر هذا الشهر أكتوبر هذا الاغلاق الشهري ما زلنا ننتظر هذا المنظر ان نشاهده بس عن نفسنا تاريخيا شوفوا بس احب اذكركم انه في يوم من الايام عندما اغلق السهم في بعد عام 2020 كورونا فوق ال وعشرين سبعين شوفوا ماذا فعل ومنذ ان تنازلنا عن هذه المستويات طول السنتين الماضيه ونحن لا نتجرأ على الذهاب للاعلى ما نشهد هذه الفترة هو محاولة النقل الجماعي لاقتحام بصراحة هذا المستوى من جديد وهذا يجعل ملاك النقل الجماعي عايشين الآن مرحلة من الحماس كما يعيشها ملاك التأمير والعقارية هذوك بس على الأقل عندهم إغلاقات أما الجماعي ولا شمعة أغلقت إلى الآن فوق هذا المستوى الآن ما زالت الشمعة تميل إلى الإغلاق فوق هذا المستوى عشان تتأكد يتأكد الفيلم أكثر في عندنا هنا برضو قناة نقدر نعتبر إنه هذا دور برضو قدرة السهم على تخطي 23 على النظرية تأكد إننا متخطين هذا السقف وهذا سيدفع الجماعي إن شاء الله قلنا على الأقل أن نشاهد على أعتاب اختبار هذا الترند الرئيسي الهابط ما بين قمة عام 2014 قلنا هذه تقريبا موجودة قريب مستويات ال 25 ريال مع انه انا هذا المضارب ندي ما اثق فيه راعي الجماعي لكن احنا نقول ندعي الملاك والله يسهل دربه طبعا السهم شهد هذا الشهر تسجيل اعلى رقم منذ 52 اسبوع 23 84 وتراجع وما زلت اشوف انه ما داموا فوق ال 21 70 استاهل الواحد يستمر معاه ويضارب والله يوفق الجميع إلى تحقيق الأفضل مع الجماعة هذا الخدمات الأرضية الله يعطيكم خير ويكفيكم شره بصراحة ما زال يملك مقومات مضاربية حلوة بعيد شوية عن, مشا... عن المشاكل السلبية الخطيرة وهذا بالذات دائما سبحان الله بنلاحظه ما دام يحافظ على هذه المنطقة هذه الأرضية اللي هي ما بين الخمسين فيبو وهذا المطب الله أكبر شوف اللي هي منطقة الثمانية وأربعين ونص ثمانية وأربعين ونص أحفظوا هذا الرقم جيدا طبعا نحن عندنا هنا الخمسين فيبو من الموجة الرئيسية من قمة الثمانين وربع في عام 2014 إلى أدنى قاع تاريخي سجلوا في كورونا سهم الخدمات عند العشرين ثمانية وعشرين هلل ما شاء الله السهم طبعا ما قصر في في حقبة زمنية سابقة طلع واستطاع أن يحقق هدف الوتد وجاب النسبة الذهبية لكن تعالوا شوفوا لما تراجع أخذ المسار العرضي لاحظوا لا يوجد إغلاق شمعة شهرية تحت الخمسين وربع يعني أنا عشان أبدأ أتوجس من سهم الخدمات الأرضية توجس فني حقيقي أقل شيء أشوف الشمعة مقفلة تحت الخمسين وربع على الفاصل الشهري وإذا كان الشهر في أوله أنا أتوجس كثير لو كان كاسر على الأسبوع 48 ونص السهم سبق أنه نزل نزلة قوية في في شا في شا في أوغست ولكن الجماعة طيروه من جديد وبعدين نزل في أكتوبر يعني أنا لو جيت على الفريم اليوم الآن سويت كده أو على الأسبوع بنيت لي ترند فهل, فهل هذا الترند يكفيني؟ نعم يكفيني على أن تكون هذه المنطقة هي منطقة الاستوب حق وهي تتوافق الآن مع المنطقة اللي نحن قلناها ونص. طيب ماذا تريد أن تقول يا أبو محمود أقول وبالله التوفيق أن سهم الخدمات الآن مقبلين على نتائج متوقع أن تكون النتائج امتداداً لما هي عليه في شهر في الربع الأول والثاني هذا السهم يا أخوان شوفوا مقفل 51.80 أحس كده كأنه ناوي يسوي حركة بهلوانية قبل النتائج أو بعد النتائج طبعا هو لو لو تخطى المقاومه عند ال 53 54 ممكن بالراحه نشوف الهدف يتكرر عند ال 57 30 وهي تمثل في الشرط الاستراتيجي مستوى النسبه الذهبيه. عشان نقول والله هذا الخدمات وراء علوم جديده يعني لازم يغلق فوق 57 اغلاقات قويه، اما ممكن يضربها ويرجع يجني ارباحه ويقعد فتره طويله في هذا المكان. فنحن نقدر نقول لا أحد يخاف من الخدمات إلا في الإغلاق تحت الثمانية واربعين ونص استراتيجيا ولا أحد يطمع في الخدمات لأهداف أبعد ما لم يشهد إغلاقات فوق السبعة وخمسين ثلاثين يعني لما تشوف السبعة وخمسين بيع شوف اللي باعوا أول مرة استفادوا واللي باعوا قريب منها المرة الثانية استفادوا فبلاش الطمع أنت بتلعب إلى الآن في مناطق تذبذبات بعد ما حققت هدفك تقريبا شوفوا سبحان الله الموجة دي يا أخوان بعد ما تمكن سهم الخدمات من يعني الترين ده بعد ما اخترق واللي عاصر معايا تحليلات سابقة كنا وقتها ساحبين الوتد من هنا زي ما يقول الكتاب وقلنا الله لو الخدمات أغلق واخترق وفعلا هو أغلق واخترق حددنا له هدف وقلنا قد يصد فشوفوا الهدف تحقق طيب هل شهد الخدمات تصحيح يعني مرة قوي مغري لا ما شهد هو الى الان ما زال قريب القمم يعني لما يدق السبعة 57 ترى انت بتلعب في نفس مستوياته العليا ديك فمو معقول تروح توطوط وما انت عارف راسك من رجلك في القمم دي لكن اللي فاهم سلوك السهم شوف اللي بيشتروه قريب الخمسين اللي بيشتروه تحت الخمسين 50 عند 48 وحاطين هذه النقطه وقف خساره هم اللي دائما موفقين في اللعب مع الخدمات بياخذهم الخدمات احيانا 52 53 في تذبذبات مضاربيه على قدهم أموره ما زالت جيدة آه هي البحري أبو دم تقيل لكن شوفوا رغم تقال الدم البحري إلا أن البحري ما زال من الشركات اللي حافظة فلوس الناس ومستثمرينها حتى ومضاربينها على المدى المتوسط دائما وضعه تمام دائما يعيش البحري في اتجاه رئيسي صاعد منذ انطلاقتنا منذ سنتين شوفوا ما زلنا ضمن هذه القناة ما عندنا ما عنده البحر استعداد لا يروح بعيد فوق ولا يروح تحت ماشي بالقطاره يتذبذب دائما نقول من اهم مقاوماته انه يتخطى ال 30 30 اللي هي قمه عام 2015 مدري 2014 وهي اعلى المستويات طبعا سبق للبحر انه جابها لكن ما قدر يعديها زي ما انتم شايفين هي قمه تاريخيه كانت في عام 2015 بعد العوده من قاعه التصحيح 12 30 في عام 22 يعني اللي يشوف البحري برضه يشوفه قاعد يلعب في قمم بس وجوده فوق الستة وعشرين ونص و 27 على النظريه برضه ما يقول له انه انت خاف ما زال سهمك استثماري حلو مكرراته جيده وهو من افضل شركات قطاع الطاقه الى الان من حيث المكرر والسهم بصراحه بصراحه ما زلنا نشوف انه يستاهل على الاقل على الاقل اننا نشوف فيه موجه يا اخي على الاقل نشوف النظريه 33 نوصل سقف قناه من جديد يعني نطلع ل 33 34 فنسال الله لملاك البحري التوفيق ما زالت يعني امورهم مستقره رغم وجودهم في هذه القمه ان شاء الله ربي يسمعهم اخبار طيبه ما زال يحترم سليمان الحبيب قواعد اللعب قلنا اهم شيء لا يكسر منطقه الترند والله ارتد من, من قبلها حاول يختبر متوسط الخمسين اليوم أموره طيب هذا أخطر شيء على سليمان الحبيب أنه يكسر 270 268 وهذا الكلام نحن بعيدين عنه الآن ب 20 ريال إذا في شمن كحلي على حساب 300 ريال يعديها فوق بالله يا أخوان بالله يا جماعة الرجال يقول أنا عاجبني المواساة طيب هل نظرت إلى الشارت التاريخي للمواساة تعال أنا وإنت نتأمل في المتوسط الأزرق ده كيف عاجبك المواساة وانت شايف انه الاغلاق الاسبوعي اللي كنا نحذر منه حصل كيف تبغى تدخل المواساة هو كاسر متوسط الخمسين وكاسر خط الترند السنوي ولو تحقق هذا الاغلاق في شهر اكتوبر هذه اول اشارة تخلينا نضرب اخماس في اسداس يعني انت عايش على المغامرة يا ابو عمر ها لافت نظرك مثلا شوفوا قاع البولينجر على الشهري هل قاع البولينجر ده أهم أم متوسط الخمسين على الشهري أهم يلا يا شباب تعرفوا إنه في شهر تسعة أغلق رسميا المواساة تحت متوسط الخمسين وشوفوا كيف آداؤه في شهر عشرة نحن عشرة باقي له كم يوم وينتهي الأخ يقول أنا عاجبني المواساة كيف عاجبك المواساة وإنت شايف المنظر ده ترند مكسور متوسط الخمسين مكسور آه أبغاك تقول لي ما هو سبب إعجابك في المواساة ولا إنت أول مرة تشوف الأشياء دي والله يا جماعة لفت نظري الأخ لما قال يقول على مدرسة الطلب والعرض يا سلام والله أقنعتني بصراحة خطير إنت يا ولد بس تعرف انك انت بكلامك هذا ماذا يترتب عليك ها يعني انت الان داخل في مغامره من عيال ثقيل داخل على مدرسة فن العرض وعلى قولهم منطقة العرض فعلا اللي يجي يتأمل في هذا الشارت التاريخي لسهم المواساة يجد انه سهم المواساة هذا المحور ما بين 92 إلى 86 هو بصراحة كانت وما زالت منطقة طلب لكن نحن إيش نقول في التحليل الفني نأخذ المعطيات طب هي منطقة طلب على عيني وراسي بس هل هذا الطلب مخاطرته عالية الآن ولا مخاطرته محدودة بناء على إغلاق شهر سبتمبر مين أهم الآن المنطقة الطلب ولا الترند منطقة الطلب ولا متوسط الخمسين تعال نشوف الأسبوعي الله أكبر مين أهم منطقة الطلب ولا كسر متوسط الميتين الثلاثة المتوسطات على الأسبوعي ما تخاف من عملية انزلاق تصحيحي ها شوف يا أبو عمر حبيبي شوف يا أبو عمر أنا أبغى أقول كلام على مشهد الرجاجيل أنا أشوف أنه لا تستعجل ما دام السهم تحت مية ريال لا تستعجل وإذا كنت موجود في السهم لا تستعجل في التفريط في السهم خليك على سياسة فن الطلب حقك لكن حط لنفسك وقف خسارة وأنا بصراحة إذا حنطبق سياسة ما تقوله مدرسة العرض والطلب فأنا بقول لك أن حدود الطلب عندك مفتوحة إلى 86 قاع القناة يعني هل تقبل بخسارة 9 ريال قريب 10% عشان تتأكد أن السهم ما راح بعيد عن المحور ده آه يا خوفي بس طيب سيبوكم من الكلام ده سيبوكم من الكلام ده أنا دائما أحب سبحان الله أحلل السهم من عدة اتجاهات لو جيت سويت كده رجعنا للتاريخ شوية قعدت أتأمل في الموجة دي شوفوا الموجة دي يا أخوان والله يا هي موجة رهيبة نحطها على الشهري يا سلام يا سلام تخيلوا إنه هذه الموجة اللي حتكلم عليها الآن من أربع سنوات من أربع سنوات الأصل فيها قاع 2016 هنا هذا ايش يسموه يا شباب؟ هذا ايش اسمه ده؟ ايش اسمه هذا؟ شوفوا كيف؟ هذه عباره عن ايش يا شباب؟ هذه عباره عن قنوات عندنا دورين حلو؟ عندنا دورين المواساة منذ من بعد كورونا استطاع ان يغلق في هذه الشمعة شوفوا هذه الشمعة اللي كانت في شهر 12 يعني مع نهاية عام 2020 شوف كم سنة دحين؟ 21 كله 22 كله 23 كله هذه ثلاثة سنوات و24 الآن نحن في شهر عشر ثلاثة سنين وكم شهر وعشرة أشهر سهم المواساة فين بيلعب استراتيجيا بيلعب في الدور الثاني شوفوا كيف دائما المنطقة دي اللي يقول عليها الأخ أبو عمر منطقة الطلب هي أساسا دائما لو تلاحظوا كلها بي بي السهم بيتشجع ويرجع من فين بيرجع من قبل ما يدق يعني الدور القاع الدور الاول سقف الدور الاول طيب ايش قاعد يسوي المواساة دحين؟ الشمعة كيف بتلعب الان؟ الله اكبر يا ولد يا ولد يا ولد روق المانجا بالله عليك كيف تثق فيه دحين انت بالمنظر ده تحت ال ريال ما تخاف يسقط فيك ها؟ ما تخاف يسقط فيك آه أنا في اكتوبر كان 92 ونص ونحن لسه باقي على الاغلاق الشهري كم؟ ها؟ أه؟ كان باقي على الاغلاق الشهري اربع ايام، طيب، وانا حمايه لملاك المواساه عشان لا يقولوا ابو محمود ضيعنا، اللي جالس يسمعني اليوم ويملك المواساه لا يبيع، لا يبيع، ليش؟ ممكن السهم يتذبذب يرجع يختبر المين، في القاعده بس حذاري حذاري من كسر 92 ونص يا جماعة كل ما لها المعطيات السلبية حت معناها حتبدأ ايش؟ حتبدأ المعطيات السلبية تاخدك على وراء وكل ما لها الأمور حتزداد تعقيد لأنه أنت في الأصل كاسر الترند السنوي أنت بدأت كاسر الثلاثة المتوسطات على الأسبوعي كاسر متوسط الخمسين على الشهري كاسر الدور اللي أنت في قاعد في وسطه قريب أربع سنوات ما تخاف؟ تحفظ ما في تحفظ الاخ يقول لي هذا مو تصريف يا ابو محمود هذا مو تصريف يا ولدي انا ما انا ما بتكلم عن تصريف ولا تجميع دحين انا مالي شغل انا ماني مراقب السهم انا محلل فني باطل في المعطيات الفنيه المعطيات الفنيه ايش اللي جابنا للمواساه وخلانا نتكلم الاخ قال انا عاجبني فقلت له انت عاجبك من اي ناحيه قال لي انا عاجبني لانه في منطقه طلب افهمني هو صادق في الثلاثة سنوات الماضية هذه منطقة طلب بس المنطقة الطلب دي كانت بمواصفات حلوة في المرات الماضية المرة دي المواصفات خربانة ليش؟ في ترند مكسور في متوسط شهري مكسور في متوسط الميتين على الأسبوع مكسور هو أنت معول على إيش؟ معول بس على منطقة الطلب لو عولت المرة الماضية في أكتوبر كان في خلفك الميتين كان في خلفك السقف كان في خلفك على الأقل يقول يمكن يتكون قائم بني منه ترند طيب أنت الآن معول على إيش بس على منطقة الطلب طيب خلاص ما دام هذا المعطى اللي باقي معك طيب ماذا لو كسرت القاع يعني بدأت المعطيات ماذا لو كسرت قاع أكتوبر يعني قاعك السنوي إيش ح... ماذا تنتظر ها حتنتظر 86 القاع الثاني طيب إيش استفدني طيب راح كسروا ماذا ستنتظر قيدك انت خلاص من حفرة الدحديرة ويا قلب لا تحزن ماذا تنتظر تنتظر تروح تسعة وسبعين هاي هذه ها كلها مطبات طيب ماذا تنتظر طيب اتخيل لو انك انت قالت الموجة دي تعالوا نشوف نسبة التصحيح لو عكسنا الفيبو ناتشي تقعد في السهم الى إلين تلاقي نفسك مصحح 61 فيب قريب 70 ريال شوف تخيل انك حتى اليوم انت كاسر 38 فيبو جالس تحتها لك اسبوعين كسرتها واختبرتها ورجعت تحتها حتى هذه نسبة التصحيح 38 مكسور طب ليه ما ننتظر نحن عودة المواساة فوق المية طيب عشان نأكد انه قانون الطلب ماشي معانا على الاقل بعض المؤشرات اتصلحت ها يا شباب ايش رايكم انتم خلينا شاركونا في رايكم انا وابو عمر هل وجه هل كلامي انا منطقي؟ كيف ابو عمر واثق في السهم والمعطيات دي مكسوره؟ اعطونا آراءكم يعني نحن نتكلم يا جماعه ترى شوفوا من باب الحرص شوفوا شوفوا تاريخ المواساه يعني شوفوا المواساه الان من يعني هذا هذه من 14 سنه ترى ما عمرها دخلت المواساه في تصحيحات كبيره يعني انا خايف الان شوفوا الان متوسط المية على الفاصل الشهري على الاقل اذا كسر ال50 يروح للمية طيب شوفوا المية 100 فين طيب اذا كسر ال38 فين يروح واحد 61 بالله مو ما تخاف تنزلق الى قريب السبعين ريال طيب تعالوا نفتح المؤشرات الماليه تعالوا نفتح المؤشرات الماليه انا دائما احب لما كذا عشان ابغى اريح ضميري اقول يا هواي طيب انت لو انت شت التحليل الفني برجولك وجو قالوا لك قيم لنا سهم المواساه بناء على مكررات الربحية والأشياء دي ورحنا للقطاع الصحي وين القطاع الصحي القطاع الصحي يا المواساة كم مكررك قال أنا مكرر 28 أوف كم عندك قال أنا عندي 3 ريال و30 هذا له طيب 3 ريال و30 هذا لسعرك العادي أقل حاجة 50 ريال أعوذ بالله طيب كم قيمتك الدفترية قال قيمة الدفترية 16 ربع يا رجال أقل شيء أقل شيء يعني أنت قيمتك العادلة بالقيمة الدفترية 30 ريال 40 ريال لانه على الاقل مضاعف دفتر اثنين يا رجال سعرك 95 يعني انت يعني معناها طبيعي لو وصلت 70 ريال حتى ال70 غاليه عليك وبعدين ما شاء الله تبارك الله شوف انت انت جاي من فين محسوب علي جاي من 10 سنين من 23 وصلت 103 يعني انت تضاعفت خلال الفتره ديك سته اضعاف يا راجل مو حرام يجي واحد مسكين يا غافل لك الله من صغار المضاربين ها يتعلق بهذه الأسعار العالية إيش رأيكم في المنطق ده هل المنطق هذا واحد حريص ولا لا أنا مالي ومال المحترفين أنا أتكلم أنا شخصيا والله لا يلفت نظري ولا أطول فيه وأقول الله يتولى أمر ملاكه والله أنا ما يغريني سهم زي ده ولا اقعد اشغل دماغي فيه ونترك أخونا أبو عمر نسال الله له التوفيق، اسمع يا ابو عمر، انا ايش قلت لك؟ شهر اكتوبر لم ينتهي بعد، انت الان في قاع اكتوبر، قبل سنة 92 ونص، قيمة السهم اليوم وتسعين 30، ترى فيه احتمال المواساة مضاربيا يختبر المية لكن لو كسر 92 ونص انا اقول لك انتبه، انتبه من المعطيات اللي ذكرت لك هي، لا تلاقي نفسك بتغرق وبتندفن معاه وانت ما انت داري عن نفسك. شتانة ما بين نجي نقول الآن بعض الشركات في قيعان حتى المواساة في قيعان ولكن هل قاع المواساة في أكتوبر يعتبر قاع محسوب علينا في الشارت الفني حقه يا راجل قاع موجة فرعي وين القيعان قيعان الحقيقية متوسطاتها في الثلاثينات يعني عشان يكون السهم في منطقة يقولوا عنها صامدون يعني أنت تتكلم في شارت تاريخي زي المواساة لو كان المواساة في مناطق زي هذه أتخيل يعني هذه المناطق اللي نقال عنها في في قاموسنا نحن صامدون صامدون نقول شوف يا عمي قيمة الدفترية شوف يا عمي مكرر ربحية الشركة ما يستاهل أقل من 30 أربعين ريال مثلا أما عند الخمسة وتسعين لا والله لا ماليا وفنيا شوف أنا خايف وأقول الله بس إيش يتولى ملاكه ويكتب لهم كل خير إن شاء الله فنحن الان سنعتمد على منطقه ال 92 ونص انه هي المنطقه التي تؤكد الفيلم الوسخ اللي نحن شايفين الى الان المواساه ما كسروا الى الان لم يغلق شهريا تحت سقف الدور الثاني فما زال اللعب في لعب ما ندري سبحان الله يمكن يقفز في يومين في ثلاثه ايام وينجح قانون الطلب حقك وتفوز انت في توقعاتك وتكون مغامرتك اتت بنتيجه ايجابيه. يا رجل نحن قاعدين نغامر مغامرات اكثر امانا منك ومع ذلك قلقين بعض الاحيان، فما بالك انت السهم سهم نمو ما في كلام انا اتكلم فنيا الله يبارك فيك. دحين بغض النظر يا اخوان بغض النظر عن مستقبل السهم، المعلومات هذه اللي اخذناها ما هي معلومات مفيده اليست اشياء تنور لنا الطريق؟ خلاص نحن حللنا يا اخي والقرار قرارك يا اخي في النهايه هي ارزاق الحكايه فانا من باب الحرص عليك حبيت اني استغل كلمه السهم عاجبني ابين لك الشغلات دي وادعي لك ان الله يوفقك وان شاء الله تكون انت باذن الله انا حبيت اوريك شيء انت ما انت شايفه انت تكلمت من منطق الاخ تكلم من منطق العرض وبصراحه كلامه منطقي لانه اللي ينظر لشارت المواساه يكتشف أن المواساة من سنتين وثلاث سنين دائما متوسط ارتدادها جي ما بين التسعين والستة وثمانين ومناطق قيعا لكن هم ما هم شايفين أشياء من فوق السطوح أنا لذلك حبيت يعني أرجع لي يعني الأشياء التاريخ أول حاجة الأزرق ده المتوسط شوفوا يا أخوان من متى ما انكسر تخيلوا إنه المواساة من عام 2013 عشر سنين ما انكسر باغلاق شوفوا كيف اغلق كسر باغلاق في الشهر الماضي مو واجب علي اقول للمتداول اللي قاعد يتابعني مو واجب علي أنبه هل انا اكره له الخير يعني انا ما انا ماني ضد المواساه ولا اكره هذا هو انا شايف المنظر ده وساكت لما جاء قال لي انا عاجبني السهم قلت ما دام عاجبه خليني اوري على الاقل على الاقل عشان ينتبه إذا بدأ يشوف قانون العرض ينكسر لا يحسب أن الموضوع يعني بسيط ترى الموضوع ممكن يكون حفرة عميقة ما يجي يقول والله كلها كم ريال طب هذا لو سحبوا لسبعين ريال بالله يا جماعة من خمسة وتسعين لسبعين ريال على المدى المتوسط تعتبر قليلة كخسائر أو تعليقة هل ينفع نقول له صامدون والرجال ماسك خط على تحت مرة صعبة بعدين نحن نضمن المستقبل ما يتطلع لنا أخبار بعد فترة من الزمن يقول لك والله تعلن المواساة عن انخفاض في الأرباح أوف السهم عنده ريالين يقوم ال السبعين وفجأة نلاقيه بخمسين إيش هاد قيد هالناس تورطت من عند التلات أرقام الواحد يعني لازم كمان يكون شوية فطن لازم نقدر المخاطر دي ونحسب حسابها شوف نحن قاعدين نلعب في القيعان وكيف الناس تولول والصيح في بعض الشركات لما ننزل ونقول لهم قولوا الحمد لله انتوا ايش بتخسروا وايش مهددين بالخساره الباب جنب الطاقه اما هنا الباب جنب الطاقه لا والله الباب مو هو جنب الطاقه هنا والله الباب بعيد والطاقه بعيد بين طاقه الخمسين والمية شوف كم كم ريال فيها 25% هذه طاقه هذه ها هذه ها 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 ينفع فيها صامدون وينفع فيها لا تستعجلوا يا اخوان لسه عشان قلنا للرجال لا تفجعوا ما زال ممكن اللعب في لعب ترى سبحان مغير الاحوال يا اخوان ترى لو جينا في اول يوم من شهر نوفمبر لو كان هذه الشمعه وتد ومقفله فوق ال مية 102 ترى الموضوع مختلف تماما معناه ابو عمر فاز ومعناها هو اللي آه شي اسمه ده ضبط الفيلم معاه معناه نحن اللي كان مضحوك علينا مضحوك علينا بضغط السهم في المناطق دي ونحن ترى تحفظنا في محله انا حتى لو ابغى اشتري ما اشتري بس لو في واحد بيسمعني ومشتري ايش قلت له؟ قلت له لا تستعجل وتبيع على كلامي والشهر ما خلص الا في حاله واحده لو كسر 92 ونص انت فعلا في قاع فني وانا لحد الان ما شفت اختبار صريح لمتوسط ال المكسور وهذا المتوسط مئة 103 على النظريه ما شفت لحد الان اختبار صريح لمتوسط الخمسين المكسور على الشهري ترى احيانا بعض الاسهم تكسر مناطق رئيسيه وتوصل دعوم ترجع تختبر يعني ممكن ندخل في شهر نوفمبر لو كنا سلبيين وما كسرنا 92 ونص ممكن نحصل شمعه زي كده صحيح هي ما عندها نيه تطلع بس تطلع تختبر اما نحن نقول اه انتبهوا لو كسرت 92 ونص هذه حتجيب العيد هذه كل ما لاحت ايش؟ حتخلي السهم يبدا يفشخ على تحت وكل ما فشخ كل ما فشخ أكتر وبعدين فجأة كده يجيك الباب مفتوح وانزلاق وتحصن نفسك على اعتاب السبعينات في ناس يا شباب الآن يقرأوا الشارت بهذه الطريقة وهل هم غلطانين؟ لا ما هم غلطانين ممكن الآن واحد ما عنده داتا إلا هذه الداتا هيا شوف الآن فيجي ايش يسوي؟ يعني نشوف نحن طلعنا فوق السطوح عشان نكشف أشياء زي كده بس يجيك واحد الآن مضارب فيجي يرسم ترند هابط أيوه ويرسم قاع خلاص هو ايش شايف الان؟ هذا اللي انا معيشه عليه الان، ايش شايف هو الان؟ شايف انه في قاع سنوي هنا وشايف الترند الهابط هذا وشايف انه منطقه الاختبار قريبه من الترند، فهو الان اللي شايف المنظر ده يقول لك اللعب فيه لعب، صادق؟ طيب هذه شمعه شوفوا ايش جات شمعه مضاربيه يعني السهم كان سلبي شوف جات شمعه مضاربيه طيب هل نستغرب انه ممكن نشوف شمعه زيها هنا؟ لا ممكن، بيجي في... لو صارت كده اللي ما انتبه لهذه الامور إيش يقول لك والله هذا ابو محمود خواف خوفنا، لا مو قصه انا خوفتك، انا انا فهمتك، انا قلت لمالك السهم لا تطلع من السهم ما دام ما الشهر ما انتهى، لانه ما زال اللعب فيه لعب، صحيح السهم سلبي وتعبان لكن ما دمنا فوق قاع اكتوبر احتمال يكون في حركه مضاربيه باركن واحد مشتري ب ريال تيجي تخرجوا الان بخمسة ريال خساره استنى ويمكن سبحان الله يطلع يجيب له هي ممكن يلعب السهم عليه نقول لي اللي شاف البلاوي دي يقول لما تشوف السهم قرب من ال ومية و ايش تسوي اه انتبه لنفسك هيبيع على ايش قاعد يمكن انت بمنطقه اختبار والترند ما اخترق اساسا اي واحد يبغى يدخل في سهم زي ده حيدخل بناء على ايش؟ حيدخل بناء على اختراق مسار هابط ونحن قلنا طيب لو رجع فوق المية واخترق المسار اعطى دخول فالعالم اللي برة السهم ما حتدخل الى نخترق واللي داخل السهم اللي متعلق ب ممكن يعني يعوض خسارته او ممكن يتخارج مع السهم براس ماله او بمكسب بسيط لو كان مشتري ب 97 مثلا اما لو كسر 92 ونص قيده اللي برة برة واللي جوا قلنا له انتبه لنفسك وساعتها ما نقدر نقول له اكثر من انه والله يا حبيبي شوفت عينك كل ما لها العمليه بتزداد سوءا، معقول حتقبل تقعد حتى لو قلت لك فتح لك جبهه 86 60 طيب كم المسافه؟ المسافه بعيده فيها 5 6% زياده وانت ايدك في الاتجاه الهابط واتجاهك الهابط هذا مصيبه يعني حتى لو نبغى نحط عصايا الان للاتجاه الهابط شوف والله لو استمر السهم ينزل كسر 92 ونص ويبغى يروح لقاع قناه حتى لو نزل نزله قويه برضه قاع القناه ما يتوافق مع 86 60 ممكن يروح لابعد من كده كم المواساه عشان يدخل على الخط ويصير سهم حلو وراء علوم الله اكبر لو لف الطاره واقتحم متوسط ال على الايش؟ على الاسبوع لو حصلت في اسبوعين بدون ما يكسر 92 ونص حيكون اخترق الترند هذا ويصير السهم معطي إشارة دخول ومعناها قانون الطلب هو القوي في الموضوع